سأخذ بيديك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها حياة. منهج النبي عليه الصلاة والسلام منهج حياة بالنسبة لي، وأعتقد أنه كذلك لك عزيزي المشاهد منهج حياة. لا أريد أن أسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتتأصل الله عليه وسلم ونتأثر، أريد أن نعيش هذا الواقع، أريد أن تكون سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة حاضرة في حياتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم أساليب كثيرة جدا في التواصل مع الآخرين، أعطيك بعضها بسبب أنت لعلك تذكر بعضها إذا شاهدت هذه الحلقة وتذكرني به. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم التكرار. تعرف التكرار يعلم الشطار يقول ذلك. أنا أقول لك استخدم التكرار مع أولادك مع أبنائك مع كذا. بعض الناس يقول أنا أعدت الموضوع هذا ألف مرة ولا فهموا علي. لعل الألف مرة خطأ. لعل الألف مرة التي تعيد بها الأسلوب والطريقة هي خطأ عندك. لماذا لا تنوع في الأسلوب؟ كرر لكن بأسلوب مختلف بطريقة مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر ذلك، يقول للصحابي وتعرفون الأمثلة، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. كان يقول للصحابي أوصني، قال يقول للصحابي من حق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ يقول أمك ثم أمك ثم أمك. التكرار هذا يرسخ المعلومة. خير من هذا وهو عظيم أن أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام، خير من ذلك القرآن العظيم. يقول ربنا تبارك وتعالى الحاق، ما الحاق وما أدراك ما الحاقة، والقارعة كذلك، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. التكرار له قيمة عظيمة. أنا أرجوك عزيزي المشاهد لا تتشبث به كأنه لا يوجد أسلوب في الدنيا إلا هذا الأسلوب. هو أسلوب رائع لكن إن نوعت فيه، لكن إن تشبثت به أصبح مملا. فنوع في الأسلوب. من الأساليب اللي سأذكرها لك التكرار، كرره أحيانا أعده، وهذا مهم جدا. ثم أنتقل معك إلى الإثارة، أسلوب من أساليب التواصل الإثارة. ما معنى الإثارة؟ أن تسأل سؤالا يعني إجابته حاضرة في الذهن لكن تذهب إلى بعيد. كان حاضرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للصحابة أتدرون ما المفلس؟ أنا أسألك عزيزي المشاهد ما المفلس؟ لا تقول إجابة الحديث، لا، إجابتك أنت في نظريك في عقلك الآن، من المفلس؟ طبيعة الحال لا درهم عنده ولا دينار، ما عنده فلوس. باختصار هذه الإجابة الحقيقية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أثار الصحابة حتى ركزوا معه إجابة سؤال سهل جدا، فقال ما المفلس؟ قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة نسأل الله السلامة ثم ذكر الحسنات وأنها ستنسف هذه الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام أثار الصحابة بقضية جذب انتباههم. أستخدم هذا الأسلوب في بيتي؟ أيكون حاضرا في أسرتي؟ في مدرستي؟ في وظيفتي؟ تسأل سؤال بديهي، تدري وش حصل اليوم؟ مثلا هل حدث كذا؟ تسأل سؤال إجاب، إيش كان غدنا اليوم؟ والله كان كذا. طيب إيش رأيكم؟ تذهب إلى معنى تريده أنت، لكن تثيرهم حتى يحضروا. لعل من الإثارة، لعل من الإثارة في الأسئلة أن تسأل سؤال حاضر الذهن ثم تأتي بمعنى آخر. ما المراد بذلك؟ أن تحضر الذهن، أن يكون حاضرا معك. لما تسهل الإجابة على المسؤول أو الذي سيسأل، لما تسهل الإجابة عليه يحضر بذهني إليك. إذن أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الإثارة. عليه الصلاة والسلام كان يستخدم الرسم. هذا جميل جدا لو استخدمناه في بيوتاتنا. معنى الرسم أنه كان يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، وكان يرسم صلى الله عليه وسلم الأماني والمنون. تعرفون الأسلوب اللي كان يستخدمه عليه الصلاة والسلام مميز في ذلك. هل ممكن نصحت أولادك في البيت رسمت لهم رسمة معينة، واحد غضبان وقلت له لا وحطيت صورة أنت بيديك رسمة عادية مثلا، أو رسمت شجرة مقطوعة الجذور أو كذا فقل لا تفعل ذلك، أو شجرة ذابلة الأوراق ساقطة لم نسق شجرة البيت. هذا الرسم اللي كان يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام هو أسلوب نبوي. هل استخدمته؟ هل فكرت أن تستخدم ذلك؟ يساعدنا في ذلك بدرجة كبيرة جدا الخرائط الذهنية. ما هي الخرائط الذهنية؟ كيف نشأت؟ كيف يمكن تنفيذه؟ هذا موضوع سهل وشيق جدا، شيق جدا. أنا أنصحك أن تبحث عن ذلك، الخرائط الذهنية في هذا الموضوع. من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الأمثلة. لما يضرب المثال هو يقرب إلى الذهن ما يريد. كان في من كان قبلكم مثل حامل المسك والنافخ الكير، مثل المؤمن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. الأمثلة اللي كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوصل رسالة للصحابة. أنا أقول لك إذا نوعت في أسلوبك، إذا نوعت في طريقة كلامك وتواصلك مع الناس، لا تنوع في ذلك إلا لإيصال ما تريد. أنا غايتي منك عزيزي المشاهد أن تفهم ما أريد، هذه غايتي من هذا البرنامج أن تفهم مني ما أريد، وأنت كذلك غايتك من الحديث مع الناس أن يفهم منك ما تريد. فنوع حتى يفهم ما تريد.
ضربوا الأمثلة يقربوا الذهن للمعنى، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمثلة. هل استخدمت ذلك الأسلوب؟ استخدمه، نوعه بين أصحابك، بين صاحباتك في مكان ما، نوع في الأسلوب، اضرب مثال ثم وبالمثال يتضح المقال. نفهم هذا كثيرا ونسمعه، بالمثال يتضح المقال، فعلا يقرب المعنى إلى الذهن. فأحضر المثال إلى ذهنك كما كان هو حياة النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا فيه. من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام القصص. كان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال للصحابة ويعطيهم القصص. كان في من كان قبلكم ذكرته قبل قليل وهو في القصص، كان يعطيهم قصة عجيبة، يعني في بني إسرائيل كان يعطيهم قصة في كذا، راعي الغنم والأجير والذي استأجر أجيرا ففعل كذا. القصص توصل رسالة. تعرفون الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، كان في من كان قبلكم ثلاثة انطبقت عليهم الصخرة، ما الغاية؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يوصل للصحابة أنه تروا ثلاثة وانطبقت عليهم الصخرة وقصة واستمتعنا فيها. كان المراد أو الغاية العظمى من هذه القصة ليكن بينك وبين الله خبيئة عمل، عمل صالح تدخره عند الله، لا يعلم به إلا أنت وربك تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في المواقف للرجال الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. هذا الذي استخدمه النبي عليه الصلاة والسلام كان مميزا فريدا. قد أذكر لابني قصة مؤلمة لصديق توفى أو مات من الدخان مثلا، فأنا أوصلت رسالة الخفية أو الغير مباشرة أن الدخان يميت. قد أقول كذا في كذا فأوصل رسالة غير مباشرة لمن يتلقى مني، طالبا أو صديقا أو ابنا أو أي أحد كان يعرف الرسالة غير مباشرة. أنا لم ألفظ بها. النبي عليه الصلاة والسلام في القصص وفي الأساليب التي كان يذكر ينوعها منها القصص ما كان يستخدم التصريح، كان يذكر القصة يفهم الصحابة الأجلاء الكرام ما وراء ذلك.